إلى ولاية سمسيط أشرف والي الولاية عباس بداوي بقاعة رياضات الجلالي بن عامة ببلدية سمسيط على مراسم حفل توزيع 4656 وحدة سكنية بمختلف الصيغ. التغطية لمحمد سعيد أوراغي. تم توزيع حصة معتبرة من السكنات بكل صيغ، تقدر الحصة ب 4654 وحدة سكنية لكل صيغ، منها 3667 سكن عمومي إيجاري، 800 أديال، ومنها سكن ريفي، ومنها سكن تساهمي. وهذه العملية على كل حال هي عملية فهي الأولى من نوعها. هذا الرقم يعني هذا الرقم من السكان يوزع على مستوى الولاية. استفدنا اليوم والحمد لله من مفاتيح السكن الاجتماعي ببلدية سيدي سليمان ولاية سمسيلت، تحية الجزائر، وإن شاء الله الناس اللي ما استفادتش لابروشان فوا تكون حصة أكبر.